حمك العود، أيقونة الحرية والانتصار. في 8 أغسطس عام 2015 هبت براكين الغضب لتقتلع ما تبقى من مواقع الميليشيا الانقلابية في الضالع. هذه الجبهة التي تعتبر حامية لانتصارات الضالع وعدا وأمل في تحرير محافظة إب. ولم يكن هذا اليوم بالنسبة للمقاومة في قعطبة ومريس والعود هو أول أيام المقاومة، لكنه مثل يوم الحسم الأكبر، فقد سبقته عمليات عدة للمقاومة تنوعت بين كمائن وهجمات مباغتة وعمليات عسكرية مختلفة حصدت العشرات من الميليشيا الإنقلابية وتسببت في تدمير عدد من آلياتهم العسكرية. معركة 8/8 في قعطبة كان معركة بماذا أصفها لك؟ أصفها لأن العدو كان لا يتوقع هذه المعركة، كان لا يتوقع هذه المواجهة، كان معركة صمود، معركة الفصل بين الحق والباطل. أقولها بصراحة، معركة الفصل بين الحق والباطل، والذي كان لنا وقوف في مناطق خوبر والحسين ومناطق الشوتري يعني لفترة طويلة، ولكن في يوم واحد، في يوم 8/8 صبيحة يوم السبت كان هجوم من كل مكان، وكان تطويق العدو في هذه المناطق، وتم إسقاط العدو، ولم يأتي الساعة 11 قبل الظهر إلا وقد تم السيطرة على منطقة قعطبة كاملا وعلى المناطق المحاذية لها، في عساق، في الدائرة الغربي، في الجميمة، في الأمن المركزي أي معسكر قوات الأمن الخاصة، السجن المركزي، التباب الحمر، تم إسقاطها سناح بالكامل، وتم التقدم نحو منطقة الفاخر ومطاردة العدو حتى جبهة حمق. الجبهة متواجدة من قبل خروج الإنقلابيين من مركز محافظة الضالع ومن قبل تحديد قعطبة، كانت متواجدة على شكل أفراد ومجاميع مسلحة تقاتل في الطرقات، تطارد في المخابئ حقهم، تمام. حتى جاء يوم المعركة الرئيسية لمديرية قعطبة اللي هي يوم 8/8، تمام، والذي تقريبا اشتعلت فيها معركة واحدة من مريس إلى حمك. وقد دارت معارك قوية بيننا وبين الميليشيات الحوثية والعفاشية، وبحمد الله قد صدينا أكثر من 50 هجوم في هذه الجبال المتمثلة في جبال حمك الاستراتيجية، والتي هي تمثل البوابة الرئيسية لمحافظة الضالع. ونحن نعتبر في أول حدود محافظة، في آخر حدود محافظة الضالع المحادة لمحافظة إب، وهي نقيض الخشبة سوق الليل. في 8 أغسطس أيضا جرى تحرير معسكر الصدرين كآخر معقل لميليشيات الانقلاب، والذي كان يتخذه الجنرال المعزول عبدالله ضبعان مقرا لإدارة عملياته العسكرية ضد أبناء الضالع بمديرياتها المختلفة. وهذه المعارك قد بدأت باستشهاد الشيخ عبدالله صالح ريشان وإصابة قائد المقاومة صالح مسعد ريشان في ذلك اليوم في 9/3/2014، وأكثر من 15 جريح وأكثر من 30 قتيل في ذلك اليوم من الحوثة. والحمد لله نحن ثابتين رغم قلة الإمكانيات وقلة الدعم، فنحن في هذه الجبهة، وهي الجبهة المنسية الذي لا يلتفت إليها أحد من القيادة السياسية. كان يوما تاريخيا مثل علامة فارقة في محطات النضال لمحافظة باسلة لم تركع للمخلوع صالح يوما، ولم تتمكن ميليشيا الانقلاب من العبور نحو عدن عبرها ولو بطقم واحد.
لن نتراجع إلا بتحرير اليمن كامل بإذن الله. هذا هو مواقع ظفار الأمامية، وهذا موقع، وهذا الموقع المتقدمه، وهذا طبعا نقطة. نحن مستعدين نضحي بالغالي والرخيص من أجل الوطن ومن أجل الشرعية ومن أجل الدولة المدنية، مهما خسرنا وضحينا يعني بأنفسنا وأموالنا وكل ما نملك. ونحن قادمين إلى صنعاء وسنعيد السلطة الشرعية عن عنف يعني إيران وحلفائها في المنطقة. استعادت المقاومة لتبة لكمة صلاح ومبنى المحافظة والأمن المركزي، وتمكن رجال المقاومة من تطهير كل هذه المواقع عقب استعادة الصدرين في عملية عسكرية نوعية لم تلبث سوى ساعات بقيادة العميد الشهيد نصر الربية. مقاومة الشعبية يعني مدعومة من الجيش الوطني الذي على الانضمام للشرعية، قاموا يعني بتطهير المنطقة هذه، ويعني اقتحام المعسكر من فلول يعني الحوثة وأفراد المخلوع صالح يعني أمس الفجر الساعة 4 فجرا، وبعدها يعني تم تحرير المعسكر والاستيلاء على النقطة وتطهير المنطقة كاملة. وباقي من المخاطر يعني بعض الشخصيات البلاطجة أو الذين ينتمون إلى يعني المخلوع يريدون أن يفعلوا فوضى في هذه المنطقة وأن ينهبوا المعسكر، ونحن حريصين كل الحرص على أن يعني على أدوات المعسكر وعلى قيادة المعسكر وعلى يعني معدات المعسكر ما أن تبقى داخل المعسكر. مدينة قعطبة انتفضت على قلب رجل واحد، ومن كل حدب وصوب تقاطر أحرار المقاومة ليساهموا في عملية استكمال تطهير المحافظة، وكان لهم في ذلك دور بارز. قدموا خلال عملية التطهير 5 شهداء وعشرات الجرحى في ذلك اليوم، وأحكمت المقاومة الشعبية سيطرتها الكاملة على خط قعطبة إب غربا إلى نقيل الخشبة، ومن قعطبة شمالا حتى نقيل الشيم، فيما تقدمت المقاومة حينها إلى دمت والرضمة بعد أن جرى تطهير الجميمة وسليم والفاخر وغيرها. وبقيادة الشهيد صالح مسعد ريشان تمكن أبطال المقاومة في قعطبة من طرد وملاحقة بقايا الانقلابيين إلى ما بعد نقيل الخشبة غربا، وهي منطقة تفصل محافظة إب عن الضالع، وهناك حطت المقاومة الشعبية رحالها لتتمركز في جبلي حمك ويبار المطلان على مديريات الشعر وبعدان والسبرة وقعطبة وغيرها. ما يوجد أمامكم هو نقيل الخشبة تبت الصانع وهي تحت الحوثة والعفافيش. نحن ليس بيننا وبينهم لا يقارب 400 أو 500 متر، فهذه جبالنا مواقعنا لهم بالمرصاد. قد كانوا حاولوا في 19/8 أن يسيطروا على هذه الجبال، فقامت المقاومة لهم من كل فج عميق، والشكر الكثير لأصحاب شذان وقراها، فكانوا كلهم مقاومة، وبفضل الله استعدنا هذه المواقع بخلال ساعات، وهي المقارة وكابوب، والحمد لله لقد ضحينا بشهداء وجرحى وهم عند ربهم أحياء إن شاء الله. في يوم الخميس 12 أغسطس أعلن عن تشكيل مجلس تنسيق المقاومة في قعطبة، وكان ذلك محطة انطلاق جديدة في تاريخ النضال لمناطق قعطبة والعود. لقد كانت المقاومة الشعبية بمديرية قعطبة هي السباقة إلى الحشد والتجهيز والانطلاق إلى الميدان للتصدي وردع ميليشيات الحوثي وصالح، وكان الوصول إلى يوم 8 أغسطس السبت الذي منيت به الميليشيات بالمهزيمة والفرار، جارة معها أذيال الخيبة، حررت به المقاومة كل المديرية نتاجا طبيعي للجهد والتجهيز والإعداد الذي قامت به المقاومة. حمك اسم ارتبط بتاريخ المناطق الوسطى في الأخير
اتخذته الجبهة الوطنية منتصف السبعينيات من القرن الماضي موقعا عسكريا أدارت من خلاله عملياتها العسكرية أنذاك، كما اتخذته الدولة بعدها موقعا عسكريا لعدة سنوات، وها هو اليوم معسكرا للجيش الوطني والمقاومة. يمثل هذا الجبل حاجزا منيعا وسدا حال دون تمكن الميليشيا الانقلابية من إحراز أي تقدم على الأرض، وهي تحاول السيطرة مجددا على الضالع والتوسع تارة أخرى باتجاه محافظة الجنوب. وقبل أن يحظى رجال المقاومة هناك بأي نوع من الدعم والإسناد، كان الجميع هنا يقدمون المال والعتاد للجبهة دعما وإسنادا. الشهيد صالح مسعد ريشان كان نواة الانطلاقة، حيث عمل مع مجموعة من رفاقه على تثبيت مواقع المقاومة وترسيخ قواعدها الدفاعية، مستعينين بصمود الأبطال وشيء من تبرعات المخلصين من أهالي المنطقة. لا آخر معاقلهم إلى مران بإذن الله سبحانه وتعالى، ونستمد النصر والعلم من الله. رسالتي للمقاومة لتوحيد الصف، توحيد الكلمة، لتأمين المناطق المحررة، ثم معاونة إخواننا في بقية المناطق التي لم تحرر. ورسالتي للمحافظ، المطلوب تفعيل السلطة المحلية. تنبع أهمية حمك من اعتبارها البوابة الغربية للجنوب وإقليم عدن بالذات، وتتوزع مواقع المقاومة هنا في أكثر من 15 موقعا تشكل جميعها سياجا أمنيا لحماية المحافظة، بدءا من مواقع كابوب ويبار وحتى حمك والخشبة وما بين كل صخرة وشجرة، أبلى المرابطون في الجبهة بلاء حسنا. بخط التماس الأول المباشر على بعد 80 متر تقريبا، والاشتباكات هي دائرة ليليا في هذه الاتجاهات، ولكن بصمود المقاومة وحنكة القيادة العسكرية المتواجدة هنا. نحن ضد الانقلابيون الذين يأخذون دعمهم من إيران وأتوا ليحتلوا بلادنا وينقلبوا على الشرعية. سنظل ندافع على أرضنا حتى نحرر آخر محافظة، وحتى ندحرهم إلى أوكارهم إن شاء الله. وعلى قمم هذه الجبال تناثرت وما تزال جثث قتل الغزاة من عناصر ميليشيا الانقلاب والغزو. وحينما وجدت مقاومة بعدان نفسها بلا مدد من ذخيرة أو عتاد، كان حمك والعود ومريس في استقبالهم، وكان لهذا الجبل شرف استضافة الأحرار القادمين من بعدان والشعر وغيرها. على رغم قلة الإمكانيات، وتم بفضل الله جل وعلا خلال هذا العام التقدم إلى مواقع استراتيجية مهمة، ومنها تبت أرحب، ومنها جبل المكسرة المطل على الحديدة، وتكبدت فيها الميليشيات الانقلابية تضحيات، قدمت تضحيات كبيرة في العتاد وفي الأرواح، بل قتل من الميليشيات الانقلابية قادة ما يقارب 13 قائد خلال هذا العام في هذا الجبهة، 13 قائد من قياداتهم، وعلى رأسهم أبو شهيد الذي كان يعتبر هو القائد الميداني لهذه الميليشيات. و سر صمود هذه الجبهة هو البيئة الحاضنة لهذه الجبهة من مناطق العود، الرجال الأشاوس الذي لطالما حصل هجوم على الجبهة أتوا من كل حدب وصوب لصد هذه الهجمات الانقلابية على هذه المواقع. شارك رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أبناء محافظة إب مديرية بعدان بقيادة الشهيد القائد نايف الجماعي في معارك المقاومة بجبهة حمك، وما يزالون حيث سقط منهم في هذه الجبهة عدد من الشهداء والجرحى، وما زال هؤلاء الأحرار يرابطون إلى جوار رفاق دربهم في العود وقعطبة في هذه الجبهة حتى اليوم. بعد انسحاب المقاومة من جبهة بعدان
إلى مديرية قعطبة. بعدها مباشرة تم تثبيت جبهة حمك بعد الانسحاب مباشرة، وكان ذلك من قبل الشيخ نايف الجماعي رحمه الله، وكذلك قيادات من العود وقيادات من قعطبة، وتم تثبيتها في وضعها الحالي وفي مكانها في جبهة حمك، حيث قام الشيخ رحمه الله بأعمال كثيرة لهذه الجبهة بالتعاون مع تلك القيادات، ومنها إيجاد السلاح الذي لم يكن موجود، وتجهيز بعض الأسلحة التي لم تكن موجودة وكانت في حالة غير جاهزية في معسكر الصدرين، تم تجهيزها ونقلها إلى الجبهة. مشاركين إخواننا في العود وإخواننا في السبرة وإخواننا في قعطبة، واليوم إخواننا في مريس يشاركون أيضا في هذه الجبهة. هذا من التكتيك الجديد الذي نشتغله في المقاومة الشعبية، أنه لم تعد هناك جبهة محددة على جهة معينة بذاتها. كانت المقاومة الشعبية في هذه الجبهة تستعد للتقدم نحو إب، وأسهمت مدفعية الجيش الوطني في معسكر الصدرين وجبهة حمك في تقدم المقاومة في بعدان أنذاك، كما مهدت لها الطريق أثناء عملية الانسحاب. ضعف الإمكانات وفارق التسليح بين المقاومة وميليشيا الانقلاب في هذه الجبهة كان أحد الأسباب الرئيسية لوقف تقدم المقاومة وتحويلها من جبهة هجوم إلى جبهة صد. فالمقاومة في حمك تعتمد على الدعم الشعبي وقليل من الاهتمام الرسمي من قبل الشرعية وإسناد التحالف العربي، بينما تعتمد الميليشيا في تسليحها إلى معسكر الحمزة في ميتم، والذي يعد أربع أكبر معسكرات الحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح. 50 شهيدا وأكثر من 200 جريح حصلت ما قدمت المقاومة الشعبية في جبهة حمك في العود بقعطبة، ودفعت المنطقة فاتورة باهظة لوقوفها في صف الشرعية وضد الانقلاب. فقرى ظفار والشرنمة ويبار وغيرها باتت عرضة للقصف اليومي والمتواصل بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل الميليشيات الانقلابية، فيما تشير الإحصائيات إلى تضرر عشرات من منازل المواطنين ومزارعهم الخاصة وممتلكاتهم العامة، وفقا لتقارير وثقتها منظمات حقوقية تعمل في هذا المجال. حمك صفر من النضال والتضحية والصمود في سبيل استعادة الوطن من غاصبيه والدفاع عن الحرية والكرامة، تاريخ مفعم بالكبرياء والشموخ، وحاضر تملأه الجسارة والعنفوان. لازم نحن نطارد الحوثة المرتدين إلى معاقلهم، وحتى نوصل إن شاء الله إلى تخوم صنعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وإحنا مستمدين العون من الله سبحانه وتعالى، ثم من الأشقاء، ثم من الشرعية والحكومة الممثلة برئيس عبد الرب منصور هادي. بهذه الدبابة حاول المخلوع وعملائه ومرتزقته أن يذلوا رقاب الناس وأن يجعلوا الناس عبيدا، لكن الأمة التي تعشق الحرية بدأت بالآلي، بدأت بطلقات خفيفة برصاص آلي. استطاع هؤلاء القوم أن يخرجوا تلك الميليشيات الإجرامية. أتعرفون لماذا؟ لأننا أمة نعشق الحرية ونرفض المذلة. مرت أيام عديدة ونحن نعيش مع هؤلاء الناس في غرفهم، في أماكنهم، نزورهم في جبل، في دم، نزورهم في العون، نزورهم في الفاخر، نزورهم في كل مكان، توجيه معنوي من أجل الإعداد للانتصار في 8/8. لن تنسى الأمة شهيدها الشيخ عبد الله صالح ريشان، ولن تنسى شهيدها الشيخ صالح مسعد ريشان، ولن تنسى شهداء ربما لا نذكر أسماءهم، لكنهم في الحقيقة أقول إن لم تذكر الأسماء فقد وجدنا أفعالهم.